والله يا أحمد ندمان إني كنت أطارد روايات عالمية وكتب في الفلسفة والفكر وغير، مش ندمان على المعرفة، المعرفة عظيمة أيا كان شكلها وأيا كانت الجهة القادمة منها، لكن كان بين يدي أهم كتاب، هو الكتاب، الكتاب هو، والبقية كتب. طيب هذا الأهم، الأهم. أنا يخيل لي أنه من الأشياء اللي أصف القرآن فيها أنه خارطة، أنت تعرف ننزه سبحانه عن أي وصف، تعرف الصانع لما يأتي بكتيب مع الآلة إذا كانت سيارة أو مكيف أو ثلاجة، لما الصانع الأكبر سبحانه صنع هذا الكائن العظيم الإنسان جامعه كتابه، كتاب المصنع اللي هو القرآن الكريم. يا سلام، هذا ما أؤمن فيه. يا سلام، ونعم الإيمان.